السلام عليكم مشاهداتي العزيزات، اليوم جيتكم بهذا الفيديو خاص بالقماش تاع كانيش. رايحة نخدم به دوك لي كور، هذوك تاع ديكور بوغ ديكور. بون انا هذا هو هذا القماش اني نعتو برك، هذا الكرونا بوردو هذا. وانا ديجا من قبل لاني تسمى هذا القماش واعر للفصال، الفصاله تاعو واعره يهرب هكا. كوم انا مانيش خياطه، يعني كيما يقولوها اعاده تدوير و عملت اعمال يدويه، ولكن حاولت ندير هذا العمل. نعت لكم ابوبخي واش درت، نحيو هذا بيسك هذا من بعد نديرو حاجه اخرى في فيديو واحد اخر. نعت لكم برك القماش كانيش. بون بعد ما شوفي، بعد ما درت بهذا الكارت هذا كيف يسميوه، لا فيزلين هذه اللي يديروا بها الاخر يسجهوا بها لي فيس دوكا. بصح انا خيرت هذه الخشينه، درت باترون تاع كور، درت نص قلب هكذا وقصيتو. نعت لكم ابوبخي الطريقه تاعي طاباري طاب. هذا بون نعت لكم واش درت. نجيبو هاني ديجا درت العمل تاعي مسبق، قلت لكم ايتاب باغ ايتاب، مرحله بمرحله. بعد ما درت الباترون هذا تاع الكور ولصقته بلي زيبانغل هادو فوق القماش، درته الوجه الى الوجه وما جيت نقصو. شوفوا زي ما جاي مشرشف، ثم لازمنا نديرو بالنا على هذا القماش. درته بلي حكمته ساير داير بلي زيبانغل هادو القماش برك. ومن بعد زدت درت هادو باترون، زدت درتو حكمتو مليح بهادو. لا تسمى ما تجي تقصي تسمى لي بروفيسيونيل وما يقدرولوش هذا القماش، شغل يزلق وما تقدريش تحكمي فيه، لازم تخدميه مقلب على ظهرو بسكا والوجه الى الوجه. درك نقوم بقص هذا النموذج، نقصو قصو معاكم بيسك من قبل اني درت درك نعس لكم هذا برك على المباشر. نقصو نخليو ان سنتيم ولا ان سنتيم ودمي بيسك على الخياطه، باش العبد يقدر يخيط يجي قد حق الخياطه هذه تاع ان سنتيم ودمي هكذا. وما تجي تقصيه واعر، هذا تاع الكانيش هذا القماش واعر بزاف. خدمته هذاك مام يطلق هذاك الشعر تاعو يرجع الدنيا. انا كي عندي دوك صافي 3 جوغ ملي فصلت، ثماني درت كميه، ثما درت قداه شريت ميطه وربع، دارت لي ربع قلوب هادو وزوج كما يقولوهم خاد ولا حنا نقولو سطرميات، زوج سطرمي. هاني قصيتو ساير داير، شوفوا واش خرج منو. كي تفصلوا ولا حاجه عندكم لازمكم تزيو شويه على الطابله اللي تقصوا فيها، وشوفوا زي ما المقص تملى. وانا كي عندي 3 جوغ ملي فصلت هذا وفصلت الاخرين الدنيا كل حمارت، ولات كل حمار. بون توجور اشغال يدويه، نبداو نخيطو، نديرو الخيط الاربعه وطون سير طون احمر في الاحمر ما يبانش. بون نبداو نخيطو ونولي لكم. راني خيطت الكاغ هذاك وراح نولي للمخده ونعطيكم القياسات تاع المخده. شرالي ميطا وربع، دارولي تلت 3 كوغ
ودو هادو مخدات ولا يجاو كاع شغل بريسك كاري كما يقولوها يسميوهم مخاد ولا سطرميات. الطول تاعها 44.5 والعرض 54، يعني خاسك راح يولي يعني كي تشوفي معاها كتبان كليك عري وهي مستطيل. المهم نزيدو نشوفو، هاني بديت نخيط هنا ونخيطهم، هاني حكمة بلي زيبانكل هادو تسمى كل ما نحكمش بهم ما نعرفش نخيط. خيطت لابارتي هادي وهادي وبقات ليها ما زالت هادي. نزيد نكمل الخياطة ونولي لكم نعت لكم الشكل. راني خيطت هذا الكوغ باه نحي الباترون تاعو، بيسك هذا القماش كون ما ديرش لي زيبانكل هادو عما ما تقدريش خلاص تخدميه، ما تقدريش تخدميه خلاص. بون نحيو لهذا الكارت هكذا، راني خيطته ديجا بيه بهذاك المخدة ولا سطرمية، هذيك حنا في الشرق الجزائري نقولو سطرمية. بون نحيو هذا، دوك نقلبو على وجهو. ها هذا العامل تاعنا نقلبوه على وجهو. هكذا هكذا، ها شوف شوفوا الشكل تاعو. ونزيدو شوف الشكل تاع هذه المخدة، نشوفوا الشكل تاعها زي ما من هنا هكذا. قلبوهم على وجوههم هكا باه يبانو، يبان الشكل تاعهم كي يعودو مقلبين ما يبانش. هكذا خرجوا لهم الزوايا تاعهم، ها هي هكذا. هاي المخدة بيسك دايما كي يديروا لي الكوغ يديروا المخدة تاعو تجي شغل كاري ويتحط هكا. هاو الكوغ بون. شحال هضر هي هادو نحيهم منا، نحطو نبداو نحشيو هذا بلاوات، نحشيوه هكذا. شوفوا نعتلكم شويه ومن بعد هاو لاوات نبداو نحشيو كيما نقولو، تحطيه من تحت هكا جهه السفلى منا. هكذا بون. انا درك بما يطولش الفيديو، انا درك نروح نحشيه بلاوات ومن بعد نولي لكم. هاني حشيت هذا الكوغ وحشيت هذه المخده ثاني، هاي زي ما جات جاوا يهبلوا هكا. ودرك نقوم بالتزيين تاعهم، ها ندورها هكذا بيسك ديجا راني درت الديكور تاعهم ساعي، راني قصيت هذا سطحاس و هكذا لصقو هنا. وهذا الكوغ هذا نحطو هك برك درك عفوا درك نروح نلصقهم بما يطولناش الفيديو، نلصقهم ونولي لكم. راني وليتكم الفيديو، راح ندير لونو هذا نشاركو معاكم بعد ما خيطتو قطعة هكا تاع ساتان كريب ساتيني. هذا خيطتو من داخل وقلبتو، راح نديرو انو نديرلو شوية شمع هنا في الوسط ونطبقو هكذا ونزيد نحا
نحط له الشمع هنا ثاني في الجنب ونطبقه لا يحكم ونزيدو ندير له هكا الجهه الجهه الاخرى ونبعد هكذا. ها انو درك نجيب ستراس هذا بنزين المخده نجيب ستراس ونحطو نحط له ستراس هكا هكذا نزيد له جهه اخرى نديرو دو تور هاد القماش هذا شريته قبل هذه كورونا قبل الحجر المنزلي وقلت نشارك لي فان تاعي مشاهداتي لي يتفرجوا فيا دائما قلت نحيو على قلوبنا ان شاء الله ينحي علينا هذا ربي الوباء هذا يا ربي بجاه نبيك المصطفى الصادق الامين عليه الصلاه والسلام ينحي علينا هذا الواحد ولازمنا ندعيو لربي سبحانه نقولوا سيرتو الدعاء هذا يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا حي قيوم برحمتك نستغيث هذا دعاء مليح يا ربي به يستجب لنا الله تبارك وتعالى ان شاء الله يا رب ونزيدوا على الحواف حطوا هذا بما نقصوش نديرو حتى يتقفل حتى لهنا نقفل عليه هنا اللورا ليشتا نزيد نحكمو بالشمع منا هذا لو نو عرساي خلصتو هنحطو جنب ونعتلكم هذا الكوغ هاني بهيتو بستخاص هذا ودرت الكوغ هذا درت له سير داير ستخاص شوفوا الجمال شوفوا الاناقه هذا هو الشكل النهائي تاعو ودرك نولي لكم للمخده هكذا ها هاي المخده هذه اللي حنحطها هنا ها هكذا هذه نحط لها الشمع هذه نحط لها السير داير الشمع هنا باش تلصق في هذا القماش الكانيش هذا نحطو هنا هكذا هذه هي المخدة تاعنا وانا دراني ديجا ني درت لي كور هذوك ربعه كات كور ودو مخاد سترميات هادو شوفوا كيف يجيو هكذا كي تحطيهم فوق السرير هكذا ها هكذا يدوك بون هذا هو الشكل النهائي تاع هذا انا هذو الزوج الكور وهذه المخده درتها على المباشر وانا من قبل اني درت ثلاثه تخوا كور ومخده قبل درتها من قبل عنده ثلاث ايام اللي درتهم وهذا شاركتهم معاكم يا لي فان تاعي والمشاهدات تاعي باش تما ابوني درك نروح نحطهم فوق السرير ونعسلكم الشكل النهائي تاعهم في ربعة وفي زوجة هذا هو الشكل النهائي تاع هاد الكور هادو تاع الكانيش بهم بهذوك السطامية تاعهم وللعلم زوج مخادر تاع الكور تاع وحدة عروسة حبيبتي ما عندي ما نقول فيها الله يهنيها ان شاء الله مازال ما تخرجش
ان شاء الله بالبركه عليها، ان شاء الله ينحي علينا هذا الضر وهذا الوباء يا ربي، يا حي يا قيوم، ينحي علينا هذا الوباء ولا هذا الكورونا هذا، ان شاء الله يا ربي. يا عباد الله اقعدوا في المنازل تاعكم، وقعدوا في المنازل تاعكم، وقعدوا في المنازل تاعكم كوقايه باه ما ينتشرش هذا الوباء، ونتمنى لكم ان شاء الله يا ربي يفرج علينا، نتمنى لكم السعاده والهناء، ويفرج علينا كامل ربي البشريه كل ماشي غير المسلمين، المسلمين غير المسلمين، ان شاء الله يا ربي في هذا الحجر المنزلي من القلقه بزاف. راه نط من قبل شراه لي الراجل تاعي، ونط درت لكم هذا العمل باه نتوما تنحيو على قلوبكم، وانا نحي على قلوب على قلبي، ولي فان تاعي ما تنساونيش في التعاليق ولي لايك، والجدد لي مالا يديروا لي يديروا لي اشتراك، وما نطولش عليكم ونقول لكم سلام.